انا عبد الله ما قلتش انا ما كنتقبلش هذيك المساله ديال انني نتسنى شي واحد يعطيني, خصني انا نوض نقلب على راسي. واكيد الله عز وجل ما كيخيب حتى شي واحد. وهاد الخدمه موكله اكثر في الخبز, كتفكر دير عائله ديالك؟ الصراحه الحمد لله انا عندي عائله, انا عندي دابا بنيه مزوج الحمد لله مستقره في الدار ديال الوالدين. المهم هاد الساعه نحمد الله ونشكره فهمشي, غير انما كنبغيو شي حاجه ديالنا ابار دار الوالدين, كنبغيو حنا نديرو شي ابارطمون ولا غير نص كما كيقولوا في سطات, نص نمره تسكن فيها وتبقى ديالك فهمتي, تحرر بحر مالك وتخدم ديمير دايره وتجبدها. يعني راه ماشي بحال ديال الوالدين, الوالدين ديما داك الشيء ديال حق الوالدين ديما خليه كتبقى تشم فيه غير الريحه فهمتي. حنا كنبغيو شي حاجه ديالنا, حنا كباغين افواشي باغين شي حاجه فهمتي, باغي حتى توصل عندك طموحات وحلم, ولكن الغالب الله اللي جيتي تحقق مشكله فهمتي. شنو الرساله اللي كتوجه للشباب اللي عندهم حلم وقاسين؟ اللي عنده حلم تكون عنده الاراده والهزيمه والروح ديال الرجال, حيت المغاربه اغلبيه فهمتي كنشوفهم تبارك الله كيدين ميردو كيدبروا على راسهم, ولا خدم بنادم ودبر على راسه مزيان وعنده النفس ونفيق ونضرب شماره اكيد الله عز وجل الله ما يخيبك بالله. اي واحد ماشي غير انا, انا كنقول هادي, انا عندما قلت انا قبل ما نتزوج كنت يعني ما كنصوفيش راسي بصراحه, نكونوا صريحين يعني مهما انتم جيتوا باغي تعرفوا المشاكل ديالنا غادي نحكيوا لكم شنو كاين. انا ما كنتش كنجبد حتى 10 درهم في النهار, تخيل معايا نهار تزوجت الحمد لله ولات عندي واحد النفس انني نخرج وندبر على لقمه العيش, وسيرتو متزاد تعدي البنت, متزاد تعدي البنت دابا وليت كنفكر غير ليها هي, مابقاش كنفكر راسي انا, ما عنديش مشكل دابا في راسي, المشكل دابا في البنيه ديالي. نهار تحتاج باكيتيكا واش خصها تلقاها في الوقت فهمتي, ماشي مشكل انني نجي ونبرك انا واخا ما تشيش لي 10 درهم, هي اللي خرا في هذا الفياج مثلا غادي نمشي للدار ونقول لهم راه درت واحد المجهود خدمت ولكن راه ما جابش الله فهمتي, ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله غادي تكون محاوله ان شاء الله وغادي نحققوا المستوى فهمتي. حتى الدار كتبقى عندهم طموحات والمراه كتبقى في جنبك مهما كتسمع انك انت بعدا كتكافح وباغي توصل لواحد البلاصه كتقول اه دابا هذا الزوج ديالي خصني نغامر معاه. كاين اللي كيقول لك انا المراه ديالي ما صبرتش معايا ما كذا, راه انت اللي ما صبرتيش معاها وما عرفتيش كيفاش توصل لها الرساله, يعني انت بارك حداها ما باغيش تخدم ما باغي دير حتى شي حاجه وهي كتسنى منك حمام كتسنى منك التصاير ديال الدار كتسنى باغا بزاف الحوايج, المراه كتحتاج بزاف الحوايج يعني, وانت ما مفرمش ليها اكيد ما صبرتش معاك وتزيدها بالنقير يعني راه شي حاجه بيزا.